مأساة بعض الأقليات الدينية في دول إسلامية في ظل تفشي فكرة التطرف لدى بعض الجماعات كانت محور أغلب كلمات المشاركين من أبناء هذه الطوائف في مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية المنعقد في مراكش. داعش لا تمثل إلا عناصرها فقط، إنها لا تمثل لا الإسلام ولا الدين الإسلامي، ولا تمثل ما إلا جرائمها. ممثلون عن الطائفة الأزيدية والصابئة والشبك في العراق أكدوا على ضرورة التعايش بسلام مع كل مكونات الوطن الواحد في ظل قانون لا يميز على أساس الدين أو العرق. نحن بحاجة إلى تطبيق عملي للقرارات التي يتساوى فيها الجميع على أساس المواطن الحق، وعلى أساس الآدمية، وعلى أساس حقوق الإنسان، بأن نأخذ حقوقنا كما كفلتها دساتير هذه الدول. رغم تسليط الضوء على معاناة أبناء طوائفهم بسبب انتهاكات تنظيم داعش، شدد ممثلو الطوائف على أملهم بمستقبل أفضل. حاملين لمآس شعوبهم أتوا للمشاركة في مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية بهدف إيصال صوتهم إلى كافة المسلمين للتعريف بمعاناتهم، ومؤكدين في الوقت نفسه إدراكهم أن الإسلام بريء من الفكر المتطرف. من جانبه رفض رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثيرية في الأردن والأراضي المقدسة المطران منيب يونان تسمية المسيحيين في الشرق وحتى أتباع الديانات الأخرى بالأقلية، ودعا إلى إيجاد دساتير تقوم على أساس المواطنة. اليوم العالم العربي والقادة العرب والمسلمين وإحنا القادة المسيحيين مدعوون لنرفع صوت الاعتدال، صوت قبول الآخر في مناهجنا، في خطابنا الديني، في بيوتنا. صوت الاعتدال إذا علا فسيكون بحسب المشاركين أحد ضمانات العيش المشترك في بلدانهم التي لا غنى لهم عنها كما يجمعون. حسين الطود من مدينة مراكش المغربية العربية.